بالنسبة للمية وبالنسبة لسد النهضة هيتأثر لو في أي تقليل ليه. القصب بيحب المية، بيشرب كل 10 أيام. القصب عمره سنة بياخد 14 أو من 14 ل 17 مية. بالنسبة للمية وصد النهضة يعني لازم يعرفوا لنا حل في موضوع عملية صد النهضة، يعرفوا لنا حل، لازم يكونوا شديدين وقاسيين في الموضوع ديتي. الزراعة بتستهلك نحو 85% من الموارد المائية المصرية، وبتشارك في العائد القومي بنسبة لا تزيد عن 13% رغم أنها بتاخد 85% من المية. وبالتالي الأمل كبير في أن يكون الترشيد الأكبر موجود في قطاع الزراعة. أول ترشيد هيتم أن احنا قد تمضي علينا الظروف نتيجة لنقص التدفقات المائية بعد السدود الإثيوبية، أن احنا نعيد هيكلة السياسة الزراعية المصرية، بأن هنضطر أن احنا نقلل من المساحات الحاصلات المستنزفة للمياه اللي بيأتي على رأسها الأرز والقصب. إنما المشكلة اللي بتقابلنا في محدودية الأراضي الزراعية المصرية إن كل فدان قصب سكر هنشيله يبقى لازم نحله بنحو 3 أفدنة من البنجر، وده مش سهل إن احنا نعمله. ليه؟ لأن ما عنديش أراضي كتير، ويمكن كمان لو زرعنا البنجر في الصعيد مع المناخ الحار تزيد استهلاكه للمية، لأن هو أصلا من محاصيل المناطق الباردة اللي بيستحسن إنه يتزرع في الدلتا وفي الأجزاء الشمالية، وما يروحش يتزرع في الصعيد إلا لغاية حدود محافظة المنيا فقط. فدي كان من الحاجات اللي ممكن توفر لمصر كمية كبيرة من المية. يلا حط